حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة، يقدر يتصل بينا على أي رقم من هاي الأرقام اللي من داخل العراق يقدرون يدقون على هذا الرقم. عندنا أرقام أخرى من خارج العراق وأيضا من داخل العراق يقدرون يتصلون على الأرقام الثلاثة ذني، إضافة إلى رقمنا من داخل العراق الرابع. وأكو رقم مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم فقط لبرنامج الواتساب، ما أقدر أستقبل عليه أي اتصال. هذا الرقم فقط للرسائل، أي اتصال على هذا البرنامج أعتذر ما عندكم. أكو أشخاص حاليا هم دا يحاولون يتصلون على الواتساب، عذرونا دقوا على الأرقام المخصصة للاتصال. مثل ما شفتوا اليوم بالفيديو اللي طلع بعد شارة البداية، متظاهرين. كنا نعرف قبل فترة بسيطة نطوا الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، نفس السيناريو انعاد، لكن اختلفت بعض الوزارات اللي ما توافقوا عليها، رشحوا ناس جديدين، اكو اشخاص ما شفناهم قبل، جابوا لنا اسم الشعب العراقي كله يحبه لمسيرته الرياضيه لانجازاته الرياضيه فيما يخص المنتخب العراقي لكره القدم اللي اصبح وزير الشباب والرياضه واللي هو عدنان درجال، واللي طلع لنا مصطفى الكاظمي ويقول هو ما له علاقه بحزب وهذا ترشيحي الخاص، لكن اختلفوا على بعض الوزارات الأخرى اللي إلى هاي اللحظة ما قدروا يتوافقون عليها، واختلفوا على رأي الشعب العراقي. الشعب العراقي اللي يقول أنا ما أريد محاصصة، الشعب العراقي اللي طلع ب 25/10/2019 بثورة وبانتفاضة وطلع ويقول أنا أريد حكومة عراقية بحتة، ما أريد حكومة عندها جنسية ثانية ونص الموجودين عندهم جناسي ثانية، ما أريد حكومة تتبع حزب وكلهم يتبعون أحزاب إلا ما رحم ربي، ما أريد حكومة تتبع إملاءات الخارج وكلها تتبع إيران، ما أريد حكومة تبيع هذا البلد وما شاء الله. طلع لنا مصطفى الكاظمي ونطانا البرنامج الحكومي ومطالب المتظاهرين والوقوف مع المتظاهرين والفترة الانتقالية وانتخابات برلمانية مبكرة و و و و و و لكن كل هاي الوعود أصبحت في مهب الريح لما نشوف اللي صار بالتظاهرات من يوم اللي استلم مصطفى الكاظمي إلى هاي اللحظة. اعتقالات، اعتداءات، إطلاق رصاص حي، ضحايا، نفس الحال، ما تغير شيء بالعراق.
شفتوا لكم وزير بالسجن ودا يتحاكم؟ شفتوا لكم حرامي كبير من حيتان الفساد دا يتحاكم؟ أبد. نفس الحال على قولة أهلنا، نفس الطاس ونفس الحمام. يعني مصطفى الكاظمي وغيره 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 نفس الشيء. لما اجى وقال نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، ونلقيه هو وفالح الفياض ولابس الشاكيت مال الحشد الشعبي وقاعدين سوية ولا عبالك. زين أخونا بالله، لما أنت قلت حصر السلاح بيد الدولة، أنا أحكي عن مصطفى الكاظمي، وتروح تزور مقر للحشد الشعبي، سلام عليكم يا سلاح، زين الدولة مالتك ياية، الحشد الشعبي لو الجيش الرسمي. فنريد نفتهم هاي الكيميائية السياسية العراقية، أريد نفتهم اللي دا يصير. الشعب العراقي خلى النقاط على الحروف، المتظاهرين ما تراجعوا، الثوار ما تراجعوا، واللي دا يريد وطن ما تراجع، والنازحين حالهم موجود مثل ما هم، ما رجع أحد لبلدهم. أصور مصطفى الكاظمي قال إعمار المدن وإعادة النازحين وإغلاق ملف النازحين، ما شفنا شركات عمرت أو بيوت انبنت أو مخيمات انغلقت، بس سمعنا أخبار عن مخيمات دا تنغلق بدون إعادة أهاليها إلى مناطقها الأصلية. مهند من الموصل، حياك الله. هلا بيك أخوي. بيك يا لمالي أخوي. أنا عندي قبل عن مدواز من 2007 معتقل. نعم. إيه ما خلينا لا وزارة مثل الإنسان لا الصليب الأحمر، كلها راجعناها وما لك لنا بعيثة. نعم. من يعني من 2007 ما خلينا مكان، ما راجعنا، ما خلينا هاي كل من هاي ناس تدفع على ناس اي ثر مال هو. نعم. ما خلينا، قلت لك ما راجعنا، يعني احنا نريد نعرف مصيره، نريد نعرف يعني متوفي هم انا تنسوي له شهاده وفاه، ما متوفي هم نريد نعرف مصيره، شنو مصيره؟ اما الطال برقبتي وعوائل برقبتي ومصيره مجهول، لا ميت ولا طيب. نعم. اخذوا ناس تقول عند الامريكان، وناس تقول جهه مجهوله، وناس تقول شكلوه، وما نعرف مصيره مجهول. نعم. لا هذا اريد نعرف بس مصير من 2007، اي ذنب مال هو، يعني اي ذنب مال هو، اخذوا هذاك يوم وهذا يوم، ما بعد نعرف يعني مصيره شنو مصيره ما نعرف. طيب. يعني هو يعني يعتمدون على المخبر السري، يعني المخبر السري ظلم وظلم وظلم. نعم اخويا. اريد ان اعرف مصيره، طيب اريد ان اعرف، ومتوفي هم اريد ان اعرف، اريد اعرف يعني هم هنا هاي شنو ذنب عوائله عيلته، يعني لا راتب لا حقوق، ما نعرف اي مصير له ما نعرف. حقكم حقكم. فهذا اللي اذا ميت هم اريد ان اعرفه ميت، لا معتقل اريد ان اعرف مصيره. هذا اللي اريده، لا اكثر ولا اقل. نعم. يعني دولة ما تعرف مصير بشر. دولة انت على الدولة اللي يأخذونه ممكن يعرفوا بها أهل ويعرفونه من حق أهل أن يعرفونه بها معتقل، يا جهة خذته انكتل طيب مجرم، هو مجرم همينة هنا الجزاء، هم من حق أهله يعرفون شنو دعوته وشنو مجرامه. ما يصير ما يصير يعني بشر ما ظلت أي قيمة، أي قيمة ما ظلت عن دولتنا هذه. أنا أريد من دار بس أريد أن أعرف مصيره، شنو مصيره؟ مية، طيب أريد أن أعرف مصيره، لا أكثر ولا أقل. طيب، نعم، إن شاء الله. إن شاء الله تطمنون عليه ومشكور، وهذا حق كل مواطن عراقي أخي العزيز. أم شهاب من بغداد، حياك الله. الله يحييك تحيا ودوم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك، رمضان كريم يوم. الله أكرم يوم. عيوني، إحنا نشكر هذا البرنامج الشريف اللي يوصل صوت المظلوم. لا شكر على واجب أمي. أنا مخابرتكم قبل شهر يا أمي. نعم.
نعم الله عليك بألف خير. أنا عندي ابني محتقل بالتاجي. نعم. أريد أول ما نبدي على مصطفى الكاظمي، أريد أسأل مصطفى الكاظمي بحليب أمه بضنيرة الله يرضى عنه يفرح قلوبنا قدام العيد وينطي عفو عام. الله يرضى عليكم، الله يرضى عنهم هالحكومة هذولا، خلي يشوف أولاده، يشوف أخوانه، يشوف ظنش قد عزيز. إحنا كل يوم ما أدري يعني نموت موته، الله يشهد خاف نموت وهم أولادنا ما نشوفهم. والله يا يما أنت ما محلفني. نعم. عندي أنا قلت لك 4 شهداء. الله يرحمه. عندي 3 شهداء، الرجل مستشهد والولد 3 وواحد مخطوف. نعم. الله يشهد. وهذا المعين مالي، وأنا قلت عندي أيتام وأني معوق عندي بتر وعندي هالمعين هذا، الله يشهد على كل كلمة. مسجون في سجن التاجي، جت تهمة لا من نكل ولا من شراب، مرة تهمته والله شاهد. وتطلب هسه من تريد من عندنا فلوس دا تروح التنازل عنه دور بصول، مرة من مدينة الصدر الحكمة نجم عبد عون، لا كشف دلالة لا إكراه بالتعذيب. الله شاهد عنده 5 دعاوي 6 ما 7 ما أعرف، كل العالم تنازلت عنا إلا هالمرة هاي. فإحنا توصلون صوتنا، الله يرضى عنكم ويبارك بيكم، فخلي يسمعونا، خلي ينطون عفو عام لأولادنا. والله كل شيء ما أريد، آكل خبزة ومية، آكل تراب ما أريد، أريد وليدي. عندي أيتام كومة واني والله على الكرسي قاعدة، والله على الكرسي رجل وحدة عندي. أريد أولادنا خلي يحسون بالأمهات، خلي يشوفون الظلم الصاير. الله أكبر، 5 أشهر أني ما شايفة ابني، ما أدري مات، ما أدري احتيه، ما أدري أكل، ما أدري شرب، شنو حياته بالدنيا. شاب موالي 86، ليش هذا الظلم؟ خلي شوفنا سايم الله ورسول الله وأهل البيت عليه. مصطفى الكاظمي خلي شوفنا مثل ما يشوف بناه، مثل ما يشوف أولاده. احنا مظلومين، والله مظلوم، والله مظلوم. نعم. لا فد مره ما انطي ما ماكو عفو عام، خلي يعيدون التحقيق باولادنا من الظلم والخوف. صعدوا قضاء وبدائي واحترفوا من الكتل من الضيم، كره بالضيم مالهم، من هذا الضيم احترفوا. خلي يعيدون التحقيق باولادنا، ترى هذا شيء الله ما يقبل به، وهذا مرض كورونا اللي هسه بالسجون داخل، يعني ما يصير. خلي يشوفون أولادنا، خلي يرحمون بحالنا دا، الله يرحمهم. ما يريدون رحمة الله يا أمي، الله يرضى عنا بحليب أمه. نعم. بدول نعم. قلبك وصل صوتنا. وصل. بدول عمرك. وصل حجية وكل الناس سمعته ومشكورة. شكرا شكرا جزيلا لك. أبو فيصل من السعودية حياك الله. انقطع الاتصال يا أبو فيصل، أتمنى ترجع تتصل بنا ونسمع رأيك بالموضوع. محمد من الرمادي حياك الله. الله يسلمك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحي قناة الرافدين وحي جميع المشاهدين إن شاء الله. حياك الله أخوي. أستاذ أخي العزيز، هي مشكلة المعتقلين والسجون يعني نسأل الله أن ينفرج عنهم، والله مشكلة عظيمة. نعم. يعني أكو ناس هواي صار لهم 10 سنوات، أنا عندي أخي صار له 11 سنة وخطيه لحد الآن ما محكوم وسجن حلة يعني، ويستغيثون لا أكل لا شرب، يعني حالتهم يعني تصعب على العدو مو على الصديق. فثاني شيء، وثاني شيء هذا مصطفى الكاظمي اللي رشحوه واللي خلوه رئيس وزراء، انا يعني هي مسرحيه، والدليل انه هو جلس بنص الحشد اللي الحشد الميليشياوي اللي هم هذول اكبر مجرمين على وجه الارض، اللي افسدوا ودمروا العراق وجعلوا هو صالح، هو يعني هذول اللي افسدوا بالعراق ودمروه، يعني هم يصيرون قادة، يعني هذا البلد ماله إلا رحمة رب العالمين. يعني هو ده أكبر دليل إنه هو شلون يتحدث عن حقوق المتظاهرين وهو قاعد يجلس في المجرمين والقتلة اللي فتكوا بالعراق ودمروا العراق ودمروا حتى اقتصاده، دمروا شبابه ودمروا مستقبله. فنرجو من الله إنه يفرج عنا هذه ويخلصنا من هاي الزمرة الفاسدة ويرجع العراق لأهله والشبابه والكفاءات اللي دمروها وقتلوها، حتى هم هذول الجهله هم اللي يصيرون بالسلطه وهم يستخدمون زمام الامور مع الاسف.
أسأل الله أن يحفظ الجميع وشكرا جزيلا. شكرا 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 جزيلا لك أخي العزيز. طبعا مشاهدينا الكرام، قضية المعتقلين وقضية المغيبين هي قضية كبيرة وقضية عويصة بالعراق اليوم، لأنه أغلب اللي موجودين بالسجون هم بدون أحكام، مثل ما قال أخونا محمد بن رمادي يقول عندي أخ صار له 11 سنة ما محكوم. لكن يعني مع احترامنا إلى هذه القضية الكبيرة، هي كل أمور العراق مرتبطة بشيء واحد وهو العملية السياسية، لأن هم ذولا دا يتحكمون بينا، هم ذولا دا يتحكمون بمصائر الناس، هم ذولا دا يتحكمون بمصائر العراقيين، هم ذولا دا يتحكمون بمقدرات هذا البلد وبمقدرات هذا الشعب. فإذا الوضع هو شيء مرتبط بشيء، فإذا حلينا الشيء الأساسي نقدر نوصل إلى الأشياء الأخرى. فإحنا إيش نترجى من أناس هم وعدوا وقالوا إحنا راح نوقف ويا الناس ونوقف ويا المتظاهرين ونوقف ويا النازحين، ونسمع اليوم أنه أكو قرار بإغلاق مخيم للنازحين في بعقوبة ويضم 150 عائلة بدون إعادتهم إلى مناطق سكناهم، بدون ترميم مناطقهم، إذا ما اهتموا بمشاعر الناس. إيش نترجى من الناس يقول لك أنا أوقف ويا الناس وهو قاعد يهاجم المتظاهرين ويعتقل بيهم ويضرب بيهم ويقصف ويأذي ويقتل، وما وقف وقفة أخ ويا أخوه العراقي اللي دا يقول لك أنا أريد هذا الوطن، أنا ما رايد شيء. أم حسين، أم حسين وياي، أم حسين من بغداد وياي، حياك الله. حياك الله يوم. الو، الو، ام حسين تسمعيني لو لا؟ يبدو ان الاتصال يا ام حسين انقطع، اتمنى ترجعين تتصلين بينا مره ثانيه حتى نقدر نسمعك. ابو فيصل من السعوديه رجع لنا، حياك الله يا ابو فيصل. أرجع إن شاء الله استاذ أحمد، كيف حالك؟ ألف الحمد لله والشكر، حياك الله أخوي، تفضل. الله يحفظك، تحية تقدير واحترام لك وللقناة الشريفة وكادرها الطيب، وتحية للشعب العراقي على رأسهم ثورة تشرين البطلة. حياك الله أخوي. الأستاذ بالنسبة لما يجري بالعراق من تغيير وجوهه، هي لا تريد، خصوصا بعد تقمص هذا الرئيس، ما يسمى رئيس وزراء العراق الجديد، بتقمص بملابس الميليشيات الإجرامية. فالعراق هم يعرفون انه لن يفيد العراق، نحن لا نعول على هذه الشكولات، احنا نحاول نعول على الشعب العراقي وثورته ان شاء الله قريب ثوره العراق وتخلص من هذا. هم بالنسبه للنظام هذا هم لن يمرروا اي رئيس الا يكون عميل ولاؤه ليس للعراق، وان يكون خاين بامتياز، يعني لا يمكن يجيبوا لهم. هم بالنسبه للكاظم فهو اكثر ولاء من السابقين المجرمين، نفسه ما هو اكثر ولاء واسوء منهم بعد. وتحيه لك. حياك الله، حياك الله اخوي ابو فيصل. ابو ياسين من محافظه دياله، حياك الله يا اخوي. حياك الله عيوني افل، تحيه ودوم، هلا بيك اخوي، تفضل. الله يعزك اخ افل. هو الكاظم وتفصل لهذا المصر السلاح المنفرد، يعني يوم بس بالعراق اللي كان يقاتلنا مع الخماني يسمينا العدو قاتل، هسه الحكومه كلها قوم حلفهم، وهذا العاملي وهذا الجبان اللي كان مهزوم الايران يقاتلنا هسه هو متنفذ، هو كيف ينفذ وكيف هو ينفذ؟ ان هذول كلهم ميليشيات اخي هفل. اليوم هسه يحكمنا ميليشيات، استغفر الله العظيم، الوزير يخاف من الميليشيات، يعني ما عندنا قانون، ما عندنا دوله، يعني الوزير يخاف من الميليشيات، لوين راح نوصل؟ هذا يبقى حال العراق والاخوه يناجون واختنا مشابه اخت تناجي من هذول، مو واحد يناجدهم. هذولك يقولون صايمين ويصلون ومكتفين العشر الاخيره، هم ما عندهم دين، هم هذول ناس ما عندهم دين، حتى معهم سيء ما عندهم دين، يعني انت تلقينا بالنار بشكل بوجه وباليد بشكل ملاهي ومراقص ومشروبات وناس، يا عراق يا شعب، هم لو عندهم ظلم لو عندهم غيره. هاي النساء جاي يصيح على ابناء المغيبه ونسوان المغيبين واطفالهم، ما يحسون بهاي الناس اللي جاي تتعاون، ما عندنا ساعدنا بنص عوائلنا ووكلنا قسم عوائلنا، كيف اللي اليوم الطفل ما عنده؟ اليوم الاف مؤلفه ماكو مغيبه ما له وجود، اللي بحول بحول بحول، واكو مقطع عدل يمكن كم يمكن الاصل العربي ما بتقريبا الادم فتيت من اهلنا من الجنوب، بطل منتسب ولد مقاتل طلع وقال انا الامم المتحده تحميني حتى اوديهم ادليهم جف الصغر وانحرقوهم واندفنوهم، مجاميع كامله، مجاميع كامله قتلوها، ليش هذا الظلم؟
يعني ما تجيتوا تقتلون لو تجوا تدعوا الشعب. ما عندنا قانون ولا عندنا دولة، لا كاظم ولا غير كاظمي، والمتظاهرين ثقوا بالله متظاهرين، وانا واحد من السلام ما حصل نتيجة، راجعين مثل ما نحن رجعنا. ما يصير اكو ناس بنص من جلسة جاي تو 46 يوم 25 يوم للحكومة، انت مو طالع تدور اسقاط نظام، ما يصير هاي المهزلة اخي. اكو ناس راكبة الموت مستفيدة تجيها فلوس من برا من احزاب، تجيها فلوس وتصرف خيام وهي كلها تدعم الدولة. لا تظلوا تضحك تضحك عليكم هاي العالم المستفيدة. بلد راح، بلد راح من راس الساسة، من 2003 البطش بينا ما خلوا لا شيعي لا سني، ما قتلوه. نعم. لا خلوا جامع اخوان ما فجروه، لا قتلوا امام جامع ما قتلوه. يعني هذه المسرحيه ما تنسي اخوان، ما طول اكو فقيه واكو سفيه لبنان ما يبقى طول العراق اخوان. الحكومه هذه اللي جتني تسلط على رقابكم هي من ايران ولا من امريكا؟ هي كلها ناس تجي تخرب شعب. لا امريكا حب العراق ولا ايران حب العراق اخوان، لازم تغيرون هذا النظام. هسه على كان بطلنا والله مو موضوع مذاك، كان بطل مال موضوع ان رئيس الوزراء لا شيعي وهذا لا سني ولا هم ايش قدموا؟ لا سياسيين سنه قدموا شيء ولا سياسيين شيعه قال مهزله، ولا سياسيين سنه اكبر منهم ماكو، لان لو عندهم غيره وشرف ما يبينهم ناس مغيبه ابناء شبابهم. وينهم؟ حرب طب وطاقه طلعوا دول مغيبين، طلعوهم من سجون السريه اللي انتقل عمي. والله العظيم ما في اذا تنفض هاي الفظيعه، واحدهم بميزانيه واحدهم ما سجنوا بتعويضاتهم، اطفالهم يساوي لهم، هاي الناس اللي انغدت وراحت ذبحت هذه العامل وخذ عليهم طالع جرابيع ومقتل الصدر. انتم مو قلتم ما يصير جناح مسلح يساهم بالحكومه؟ شو المقتدى عنده جناح مسلح؟ العامل عنده، الخزعلي عنده، يعني هاي الوضعيه اللي وين راح توصل بينا؟ ناس مغيبه يا سياسي السنه، يا ما عندكم شرف. ناس مغيبة، ناس مؤجلة، محافظاتكم راحت انذبحت، ميزانيات محافظاتكم وينها؟ وين وديتوها يا ما عندكم شرف؟ هذا الشعب جاي يقتل، برمضان هاي الناس تصيح، لا حصة، لا حزب عيونكم، لا كهرباء، لا مي، شلون راح تصون البلد؟ راح نبقى بهذا المسرح حتى يرضى علينا فقيه ايران؟ نعم. وكان عيب عليكم استغفر الله. طيب. انتوا السنة لا تصير نذي ولا اقصد السياسيين، لا تصير نذي ولا توابع، اخذل انفسكم، انتوا اسياد العرب. يا سلطان الله فتوا عرانب يا جربان مو كافي، ما انسانكم ما عندكم شرف على فئه يساويكم، ما عندكم شرف وغيره على اطفال هاي الايتام، ما عندكم غير الشرف على زوجات. هسه هاي المره تجي تشوف طريقها تاخذ شهاده وفاه، تشوف حاله تتزوج، تاخذ حقوق، لي وين راح تودون الشعب؟ كافي اخوان انتفضوا، كافي مو بس الجنوب، انتفضوا كل محافظكم صيحه وحده. طيب. أنا أذكركم بواقعة وصلت في النظام السابق كنا فيهم معركة القادسية، اسمعني أبل، كنا فيهم معركة القادسية، الرئيس راح على مطلع روعه يقدم آليات حشمة النجم على الجنوب مواقفة، فأنت عم المحافظات الغربية باقي الحكومة حتى تدخل الحكومة تعطي وتحيات. طيب. شكرا شكرا لك أبو ياسين. أم حسين من بغداد رجعت لنا، حياك الله أم حسين. عليكم. عليكم السلام، هلا بيك يما، تفضلي. شلونك اخوي؟ رمضان كريم. الله اكرم. اريد من الله ومن قنواتكم ومن اذاعتكم عرفت بغيت رابط بيكم استهلون امري، كيف لك الله زوجي راح بريء كم شوال وخذوا زوجي ورا اسبوع على مو الشرطه تقول قتل، لا اكو كشف الدلاله لا بصمه، طبعا لي واحد بالتعذيب قال احترف على بعثر الرجال اللي احترف على هالقضيه وقول انا وهذا الشخص على زوجي مسوي هاي الجريمه قبل 2016 فاكر رجال الأولى العرفة، رجال غريب العرفة يعرفني، اتهم زوجي بالتعذيب 25 بالتعذيب، قال لو تحترف على هاي الملف لو عندي زوجتك لان حتى انت جهالك، اخذوا زوجي بالتعذيب قلت لك الله 25 يوم لا كشف دلالة لا بصمة، حتى يوم القاضي ما محترف، مشوا على اوراق التحقيق، احنا لا عندنا امكانية حتى انا محامي، تسمعني؟ وهسه حولوا من كربلاء حولوا لبغداد، من كربلاء حولوا لبغداد، حولوا ملعب الشعب، تسمعني؟ نعم. قلت لك الله لا كشف دلاله لا بصمه، المره قبل الساعه 4 تهمه، الاربعه طلعوا واتهمتهم ودخلوا وخذوا لك اثنينهم مكانها. هسه المره تقول اعطونا فاصل 30 مليون يلا تنازل. حكموا بالاعدام، يعني من اول جلسه بالاعدام. لا كشف دلاله القاضي انت حكم بالاعدام، عندك بصمه؟ كشف دلاله عندك؟ اكو شواهد؟ كل شيء ماكو. شو احتراف؟ احنا عندنا عداوه، احنا عندنا عداوه بمنطقتنا هواي ناس تكرهنا، تسمعني؟ نعم. حكموا زوجي، قلت لك الله لا شغله بيها الا ايد. لا شايف اخر رجال كاتب يقول انا كتلت زوجي سايق السياره، اسمعي او ذاك كاتب زوجي سايق السياره،
انا طبعا لو واحد ملتزم بالتعديل يلا احترف على هذا الملف، يقول انا هاي مسوي الجريمه وهذا الشخص هو سائق السياره. تسمعني؟ وهسه حطوها بالاداء. هسه حطوها ملعب الشعر. تسمعني؟ وعندي كفلك الله عندي سبع جهات كلهم مقشرين. تسمعني؟ يعني تهمه باطله. أريد من الله منكم من هذا الكهرباء اللي حطوا صار جديد أنا يطلع فعاء ما عاد 30 من أعطيه المرة 30 أيام ما عاد لا عندي قاع أنطيه لا عندي قاع أنطيه. أريد من الله من قنواتكم استهلون أمر تحاجون الكهرباء يتحاجون حلبوسي يتحاجون برلمان يعني تهمة باطلة يعني حتى شو عليهم أعاد تحقيق يعني كشف دلالة ماكو يا الله بصمة ماكو شواهد ماكو يعني هذا القوة شو حكمها بالأداء ما عدنا تلاحظنا وحطينا محامي صار شو 8 أشهر هسه حاطين صار سنه بالهاي حاطين بالدور ملعب الشعب صار 4 أشهر تسمعني؟ يعني تهمه باطله تهمه باطله يا الله هسه انت القاضي تحكم بالاعدام بس الدلاله عندك عندك بصمه كل شيء ماكو انا احترف قلت طبعا علي واحد ملزم قال لي احترف على هذا الملف قول انا مسوي الجريمه وانت سارق السياره فاكر اخر رجال صغير كان سير محترف ورا 15 يوم اخذوا زوجي حطوه بالتعذيب 25 يوم سوينا هاي بحب الانسان جاهم عودة حتى المحاصيل حاطين المحامي قال عمي لا تشد دلالة لا بصمة هذول الأربعة اتهموهم طلعوا ودخلوا هذول مكانهم لا الشغلة كلها الشغلة كلها لكم فيها مؤامرة مؤامرة على شغلة مؤامرة على زوجك من نجوبيش من منطقتكم منطقتنا كلها استخبارات كلها ناس كلها ناس وابن الله ملكم تحاسوا الكاظم يتحاسوا الحلبوسي يطلع أخفى عامل هاي الجهات سبع جهات كثرك الله مبشري يسمع عن كثرك الله لا عنده كان ياخذ محامي لا عندهم كان يعطي المرة يعني ما تنازل يقول لا بقى انطونا 30 مليون اتنازل أريد من الله منكم القنواتكم تسهلون أمري وصلت وصلت تطون عفو عام على تحقيق رحم الله والدك شكرا 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 لك أم حسين سعد من الكويت حياك الله حياك الله ودوم يا أستاذي لكل إنسان حرية التعبير والديمقراطية يا أستاذي وكذلك أيضا نتساءل وفق الحرية الرأي والتعبير والديمقراطية ونتساءل برفق يا أستاذي أولا حرق البساتين أنا حرق قلبي يعني حرق البساتين والمحاصيل الزراعية مخالف للدستور والقانون وغير لائق ويجب محاسبة من انتهك هذه الحرمات يا أستاذي وكذلك على الجهة الإسلامية اللي هو السيد السيستاني أن ينبه كحق إسلامي وجهة إسلامية يوجه وينبه أن التعذيب هذا لا يجوز الأذى البليغ للمحتجين والمعتصمين وكذلك أيضا البرلمان عليه أن ينهض لمحاسبة من عذب المحتجين والمعتصمين الذين يطالبون بحقوقهم وكذلك صرف رواتب للعمال وآخر الكلام ابعد عنا وهون عنا أمراض باطنية وآلام وهموم صدرية نفسية باطنية عضوية تحياتي لك حياك الله حياك الله أخ سعد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم متواصل بس بفاصل قصير ونرجع لكم ابقوا ويانا شباب هاي شرطة حقل الأحدب قامت بحرق الخيم ضرب المتظاهرين تقريبا ما يقارب 10 إصابات أو 5 إصابات متظاهرين واعتقلوا من المتظاهرين هاي شوفوا كما تشاهدون حرقوا ذن الخيمتين من حقل الأحدب دولة شرطة حقل الأحدب شباب جوا 8 منتور شباب بس مشاركاتكم شرطة الأحداث قامت مهاجمة المتظاهرين
على كيفك كيف ما يلعبون ما يلعبون ولك والله عيب عليك والله عيب عليك والقران عيب عليك بقد ولدك احنا بس هي شغله صغيره شباب بس مشاركاتكم خلي ثور كوتي جون الاحدب وقعوا الخيام شباب بس مشاركاتكم فوق فوق حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ويانا اتصال ام ولاء من بغداد حياك الله هلا بيك يوم السلام عليكم عليكم السلام والرحمه شريف بس صوتك دا يقطع يوم اولا احتاج قميص الوزراء زين ابعد تحياتي لرئيس الوزراء واتمنى انه هذا الصوت يوصل رئيس الوزراء شخصيا او اقابله لان احنا عوائل الشهداء مظلومين من كل شيء لان اكو قرار جائر قرار مهين للشهداء ولعوائل الشهداء اللي هو ان الزوجه تتزوج وتتزوج وتبقى مع الزوجه قبل اولى من تعيش رجلها وولد رجلها براس الشهيد اي شرع هذا يصب له اي شرع يعني اريد واحد يجاوبني اي شرع لو تطلب وترجع براس الشهيد اي شرع هذا اي قانون وينك كان قبل هيك انطيني باي قانون شد شهداء كان شهيد هو القانون شنو ما افتهمته امي نعم شكرا لك ام ولاء واعتذر للساده المشاهدين من رداءة الصوت لكن من المصدر ابو عبد الله من كركوك حياك الله حياكم السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا اكل شلونك هلا بيك اخوي حياكم يا قناه المفيدين يا قناه احساس العراقيين كلهم حياك الله اخوي يا قناه المجاهدين يا قناه الكرامه والعلم انتم المركز الرئيسي واللي عبر على هموم العراقيين احنا اهل المغيبين وما ادراك ما المغيبين الى من نشتكي صار لنا 5 سنين نحن نازحين وغير النازحين من ديارنا وبيوتنا ولكن اللي ولدنا المغيبين اللي راحوا اخذوهم وما نعرف فيها الآن سبق وأن ذكركم بتلك الصوت والأضواء على المغيبين في محافظة كركوك اللي بالآن أفراحوا بدون بلد وبدون سبب أين نواب المحافظات الغربية اللي يقولون إحنا نضاف على السنة المغيبين وينهم يلا وينهم يعني ما إحنا لن نشتكي بس كل لن نشتكي يعني إحنا كل ما يجي عيد نتذكر باولادنا صاروا 5 سنين مغيبين اي عن شنو السبب ليش ياخذونهم؟ كل ما يجي رئيس وزراء ونشتكي له ونشتكي لاي حكومه جديده وماكو نتيجه يعني نشتكي للعالم الناشد الخيرين في العالم الناشد منظمه الصليب الاحمر الناشد هيومن رايت ووك الناشد حكومه لاهاي انه وليد ولدنا يعني احنا اباء وامهات واولاد اطفالهم يعني شو السبب ياخذون صارهم بالالاف بدون سبب ياخذون صار 5 سنين اريد العرب طيبين ميتين وينهم؟ يا اخوان ما عندنا منفذ غير بعد الله ثم انتم قناه الرافدين او قناه الشريفه اللي طالب دائما يعني الموضوع انا ولو الموضوع ما اعرفه العفو ما اعرف الموضوع اليوم شنو مستنطين عليه ولكن احنا المغيبين يمشون يعطوني يشربون انا ما اعرف يعني راح تسوي والله ما عارف ايش اسوي نعم شكرا جزيلا لك ابو عبد الله احمد من محافظه الانبار حياك الله تحيه لكل شريف العراق حياك الله اخوي تحيه لكل شريف الدول العربيه نعم
بالنسبة لهسه أستاذ يطلعون صورة لل أستاذ رفل جاي يطلعون صورة هسه ايه الرئيس الوزراء ممكن يطلعوها اللي جاي يلبس قنطلة جاي يلبس قنطلة العباءة مال الحشد الشعبي زين دا تطلع يا كل شوية ايش بيها؟ دا يلبس العباية مال الحشد الشعبي المجرم الحشد الشعبي المجرم وهذا الإنسان ما طلبت هاي العباية مال الحشد الشعبي المجرم فهو ما يستحق أن يكون رئيس وزراء زين وذول بالبرلمان كليتهم أصلا ناس حرامية دجالة خونة دجالين مزورين شعوذة زين واكو هسه صورة دا يطلع هو قدام ضباط ممكن يطلعوا له صورة قدام الضباط قدام قدام الضباط اي الصورة قدام الضباط هو جاي يعني يفتر عليهم هم ياخذوا له هو ياخذ لهم تحية مو هم جاي ياخذوا له تحية والله مع الأسف على القادة مع الأسف على القادة وين كان هناك كنا العريف او كنا الضابط احنا نجي نتقدم وناخذ تحيه هو هنا هسه بالصوره اللي يلبس القنطره مال الحشد الشعبي المجرم وصوره هسه جاي يفتر على الضباط ياخذ لهم هو ياخذ لهم تحيه هذا شو راح يقود العراق؟ العراق بلد المال والرجال العراق ان شاء الله ينتصر ان شاء الله ينتصر على ذولا المجرمين ذولا الاحزاب المجرمه اللي ما ادري يعني ماكو حقوق انسان يحاسبون دوله قصه جامع حسين بست ايام وخرتوه وليش هاي الاحزاب الصول وجهول بالامه العربيه ما حد يقدر لها وين المجتمع الدولي؟ وين حقوق الانسان؟ يقول الديمقراطيه وين الديمقراطيه؟ الديمقراطيه اذا طبقت ببلد الديمقراطيه استاذ رفل اذا تطبق ببلد ما تطبق مثل هسه في العراق الديمقراطيه تطبق الاعتقال ما يصير سري والاعتقال ما يصير تعسفي والاعتقال يصير بامر قضائي وين احنا عمي وين احنا كنا بالسجون احنا هسه بالعراق بالسجون يا دول عربيه يا السعوديه يا الكويت يا اخواننا والله من راح صدام حسين كلنا مبلينا من راح صدام حسين باوع هنا باوع ضابط ضابط رئيس وزراء يفتر عليهم ويلبس العباية مال الحشد الشعبي العباية ويقول لهم هاني عيناكم هاي العباية مالتكم راح ألبس هاي العباية مال الحشد الشعبي لباس الحشد الشعبي ومع الأسف على ذول الضباط يعني يقفوا له مع الأسف والله ذول الضباط هنا النايب عريف بالجيش العراقي السابق يسوى كل ذوله والعريف الجيش العراقي السابق يسوى كل ذوله ومع الأسف احنا تربينا من الطلايع للفتوة وبعدين صرنا حمينا العراق وحمينا العراق باوع هنا يضرب هذا الشريف يضرب العراقي هذا عراقي هسه جاي يضرب العراقي باوع جاي يشكر لهم وجاي يلبس العبايه مال الحج الشعبي يلا صلي وراح يفتر عليهم من الحج الشعبي باوع شو يقول لهم؟ يقول لهم اني من الحج الشعبي اني خادمكم اني خادمكم اني اني شو تريد اني حق عمي باوع يقول لهم باوع والله مع الأسف العراق بلد المال والفساد اللي يطلع منه دولة كفوا عراقيين وما يستحقون حتى يقوموا بالعراق دقيقة واحدة والله كريم والأيام طويلة وإن شاء الله ثورة منتصرة إن شاء الله شكرا جزيلا لك أم أحمد وياي أم محمد عيني أم محمد حياك الله أعتذر منك أمي شلونك ردي ولا عينك الله يخليك هلا يوم تفضلي يعني هاي ترى ما صايره هذول الحشد كلها ايرانيين اول شيء زين الحشد كلها ايران زين يعني ما صايره هذا الكاظم يعني ترى ما صايره يعني شنو يعني دا يمشي ويا قتله ها دا يمشي ويا الميليشيات يعني عينك ودا يسوون انتخابات هسه مبكره اساسا دا يسووها بايران دا يجيبوها كلها تزوير كلها نعرفها ترى حسبناها ودرسناها زين دا يجيبون احنا ما نريد احنا لا ننتخب ولا ابد زين هم اللي حيجيبون انتخابات ورق حبر على ورق بحساب انتخبوا تيار الحكمه والاخ 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 زين احنا ما نريد يسقط النظام كله شنو قاعد ويا الحشد ويرحب بيهم
وهسه الحشد بخانقين. تعال شوف الدنيا كلها العالم شالت انهزمت من بيوتها، يجيبون ويضربون على العالم ما يستحون، معب عليهم. مكافعات مكافعات وين اسلام؟ خلي يسوي لنا صورة حال كافي عاد صار لنا 8 أشهر عمي كافي عاد، العالم دا تموت هسه بالكوت، هسه 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 اعتقلوا المنيشات، منيشات اعتقلوا المتظاهرين بالكوت. يعني مصايره مصايره شنو ويا الاحزاب هذا؟ شنو ويا الاحزاب ويا الحسد ويا هذا الفياض؟ شنو؟ ليش؟ ليش؟ احنا اساسا ما نريد الكظماوي، ما نريده، ما نريد كل احد عمي. خلي يطلعون خلي يطلعون يشافونا شرهم، والله عيب عليهم، والله العظيم عيب عليهم. خلي شوية تصير عندهم غيرة ويطلعون من التكمليات، شوية خلي تصير عندهم نقطة من الغيرة ويطلعون. بس الغيرة ماكو، غيرة ماكو، زين والله العظيم غيرة ماكو. هسه بالكوت هسه احتقلوا وطلعوهم المتظاهرين هسه وياهم وطلعوهم. ليش؟ ليش على ياسر؟ على ياسر جاي يحتقلوهم؟ يعني ما بيها داعي كاظمي ويا الحشد، حشد كله ايراني، حشد تابع الايران ولاهم الايران. هو اساسا الكظماوي قال له تعال يابه اني اذا ويا انت ويانا تصير ويانا اي مو مشكله نخليك. شنو شنو هاي عمي؟ شنو العراق صار؟ ادري شنو صار، صار خاوه عليهم اردفتهم. ليش هيك دا يسوون بينا؟ شنو اخذوا خاوه على العراقيين؟ العراق ما كافي؟ كافي عاد، كافي كافي. خالي صورة صدام وصورة رغد بالتحرير ما يستحون، مو عيب عليهم؟ مو عيب؟ لا بعثية، لا بعثية يلحون فدوة للبعثية، لا تبعية، ما نريد تبعية احنا، تبعية ما نريدهم. نعم، شكرا شكرا لك ام محمد. ام قدوري من محافظة صلاح الدين، حياك الله. هلا بيك يمه، تفضلي. في 2016 نعم. اليوم لهم 5 سنين ما نعرف عنهم كل شيء. نعم والله راحوا ما نعرف عنهم شيء، وناشدكم من بلكس ال... نعم حلو والله ما اعرف شلون عادي. نعم أقول لك والله أخذهم اعتقلهم غدوري وياد وحمود الخليل، أخذهم من 2006 نعم. 2016 أخذهم ليوم وبعد ما وقفنا على رسايته. نعم حجية نعم والله إذا استعان ناشدكم نشوف وين راحوا بيهم، ميتين طيبين نريده. وصلت والله نتبع تبعت ما خليت على بغداد، ما خليت مكان، وما يقول ما مو يمنا قرية الجزيرة بحيرة السرسار تحرير الجزيرة. نعم اي والله وراحوا اليوم وبعد ونشوف بلكة وبلكة تتبعونا عليهم ونشوف وين راحوا بيهم. ماشي حجيه ماشي، شكرا 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 جزيلا لك حجيه. طبعا مشاهدينا الكرام الفيديو اللي طلع بعد الفاصل في محافظه واسط في تحديدا امام حقل الاحدب النفطي بمحافظه واسط، مثل ما شفتوا بالفيديو انه شرطه المحافظه او شرطه الحقل قامت باحراق المتظاهرين وضربهم واستهداف المتظاهرين. ايضا يعني اكو اعتقال في محافظه القادسيه لمتظاهرين، واكو يعني تجمع امام محكمه استئناف المحافظه احتجاجا على اعتقال 4 من المتظاهرين من قبل القوات الحكومية، وقالوا أنهم ما راح ينسحبون إلا يطلعونهم 4 من السجون العراقية. وأيضا جمعية المواطنة لحقوق الإنسان أعلنت عن تعرض إحدى المسعفات المشاركات بإسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير إلى الطعن بآلات جارحة في منطقة المنصور ببغداد، مضيفة أن المسعفة شيماء محمد تعرضت لاعتداء أثناء خروجها من عيادة طبيب أسنان، وأكدت أن هذا الاعتداء يعني جاي من ضمن جملة من الاعتداءات المستمرة بحق المتظاهرين والأطباء والمسعفين. ومكشف أو مكشفت الجمعية عن الفاعل وعن تلك الجرائم والتي من المفترض أن يحال المجرم فيها إلى القضاء. كما سمعتم مشاهدينا الكرام المتصلين
خصوصا أهالي المعتقلين، أغلبهم يطالبون بالعفو العام، أغلبهم يطالبون بإطلاق سراح السجناء من السجون العراقية، لكن المشكلة أنه إلى الآن من يوم اللي تسلم مصطفى الكاظمي حقيبة أو رئاسة الوزراء وتسلم هذا المنصب اللي يعتبر أعلى منصب في العراق، إلى اليوم ما شفنا أنه أكو وعد واحد تنفذ، بل الأمور تزداد سوءا في العراق. أما بخصوص رسائل واتساب، السلام عليكم أستاذ أفل. مصطفى الكاظمي لا يختلف عن سابقه عادل عبد المهدي المجرم، وهو جاء إلى الحكم نتيجة توافق إيراني أمريكي في محاولة فاشلة لخداع الشعب والثورة، لكنه فشل لأن الثوار أرادوا ذلك ولم يستمر بالحكم، والثورة تريد إسقاط النظام الميليشياوي بالكامل. أخوكم محمد من الأنبار. السلام عليكم. السلام. المكان كلش نظيف، ماكو أي حجر ولا حظر ولا أي شيء والحمد لله. ما أعرف شو يقصد الأخ بالرسالة هاي. السلام عليكم، أرجو العرض حتى يشوف كل واحد غيور وشريف وتوصل لسيد الكاظمي. والله هذا حالنا، من نروح نواجه أبنائنا بالسجون، والله نطلع بالوحدة بالليل حد 2 بالظهر، يلا نواجه والله ذلة ونطالب بالعفو العام عن السجناء. وهاي الفيديوهات بالتسفيرات هي ملعب الشعب. أرسل لنا فيديو لسجن التسفيرات في العاصمة العراقية بغداد، لكن يا أخي ما أقدر أعرضها عن طريق برنامج الواتساب. عندك رقم موجود في الشريط الأزرق اللي موجود أسفل الشاشة، نافذة أنت ترى تقدر ترسل الفيديو وإن شاء الله ينعرض على الشاشة. السلام عليكم، والله من شفناك إحنا فرحنا لأنه ما حد يقرأ رسائلنا غيرك. مناشدة من خلال قناتكم إلى رئيس الوزراء يفرحنا بأولادنا، فرحونا وطلعوا أولادنا من السجون على عين هذا العيد. أبو كرار من البصرة، تحية طيبة لك أستاذ أفل، وقفوهم أنهم مسؤولون إلى كل شريف من أهل البصرة وعند غيرة. من يخلص العيد نطلع انتفاضة ضد هاي الحكومة الفاسدة. أني مو عراقي، شنو ذنبي 1000 دينار ما عندي؟ شنو ذنبي أطفالي يصرخون من الجوع؟ شنو ذنبنا هاي لأن ما صرنا بحزب من أحزابكم الفاسدة؟ إذا أنتم عندكم أحزاب أني عندي الله، والله ينتقم منكم. تحية لقناتكم. نناشد مصطفى الكاظمي بإصدار قانون العفو العام وتبييض السجون ويضع إنقاذ السجناء من الظلم المطلب الأول، ونبدأ بعراق جديد بعيد عن الماضي وآثاره. السجون تعاني من الاكتظاظ وكثرة الأبرياء بداخلها، والله المعتقلين انظلموا كثيرا، حسوا بالسجناء والله قلوبنا احترقت، قهر على أولادنا، أطلاق سراح جميع السجناء مطلبنا. السلام عليكم، تحية طيبة لقناتكم الحرة الشريفة، وتحية لك أستاذ أفل. الوضع في العراق الآن وضع دمار وحصار للشعب، وما يشاع عن حظر التجوال هو كله كذوبة. الحظر هو سياسي، وتخوف كبير من حكومة الحثالات من فتح الحظر بشكل كامل، لأنهم يعرفون أن المظاهرات ستعود بقوة وسوف يقتحم المتظاهرون ويلاحقونهم في عقر دارهم. أخي الكريم، أغلب المسؤولين في الحكومات السابقة تم تهريبهم، ونحن الآن نواجه حكم عسكري قمعي تحت ظل الأحكام العرفية. السلام عليكم، عاجل الآن على جسر الجمهورية وسط بغداد، المتظاهرين يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام تضامنا مع ثوار الكوت والديوانية. السلام عليكم أخي العزيز، شو كل شيء صاير بالبلد غالي والناس واحد راح يأكل اللخ. رسالة أخرى، السلام عليكم، نناشد السياسيين والبرلمانيين وكل من يستطع أن يتدخل لإنقاذ أبنائنا، فكم من أم وقت الفطور دمعت عينها وقالت ابني كان يحب هاي الأكلة، وإحنا مقبلين على عيد الفطر وأبنائنا بالسجون ما نعرف أي شيء عنهم. الله أكبر، مو غالي عندهم دمعة أم؟ والله صدام حسين أحسن من هاي الحكومة عندما أعطى عفو عام وتبييض سجون وفرح الأمهات العراقيات، العفو العام مطلبنا. مشاهدينا الكرام، قضية اليوم مثل ما حكيناها أنه وعود الحكومة اللي شكلها مصطفى الكاظمي أصبحت في مهب الريح. إلى اليوم ما نفذ أي وعد من وعوده اللي أطلقها للشعب العراقي، حال أي حكومة جت قبله. هذا الشيء يثبت لنا أنه هاي الحكومة ما راح تختلف عن الحكومات السابقة. الشيء الثاني اللي أثبت لنا هذا الشيء، قمعها للمتظاهرين، وقوفها ضد الشعب العراقي، وقوفها ضد المعتقلين أيضا، محاولة إغلاق المخيمات، وقوفها ضد النازحين. فهي بكل معنى الكلمة تقف موقف السيف من الشعب العراقي، تحاول قتله بأبشع الصور. وما زال المتصلين يطالبون بالعفو العام،
لإنقاذ أرواح أبنائهم الأبرياء من السجون. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر، في أمان الله.